أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حكاوي اليوم على قناة الصحة والجمال. زي ما عودكم، برنامج حكاوي اليوم أنه بيستضيف النخبة في كافة التخصصات. النهاردة هنتكلم في مجال الإنتاج الحيواني بشكل مكثف جدا، وحبينا لما نيجي نتكلم عنه نجيب واحد من النخبة. ضيفي الكريم النهاردة الدكتور عمر السنوسي، مدير ومؤسس مزارع السنوسي للإنتاج الحيواني. مساء الخير دكتور عمر. مساء النور حضرتك. دكتور عمر، في البداية أنا عايز أتكلم مع حضرتك عن مواضيع كتير جدا في موضوع الإنتاج الحيواني، بس في البداية عايز أعرف البداية بتاعتك كانت إزاي وإزاي قدرنا نوصل للتجربة الناجحة دي؟ ربنا يخليك. أنا مبدئيا أنا عمر السنوسي، تمام، مؤسس مزرعة السنوسي. تمام. المزرعة متأسسة في 2014، أسستها في 2014. مبدئيا أصلا أنا دكتور صيدلي. بدايتي كانت مش بداية إن أنا يعني ساعة ما ابتديت المزرعة ما كانش عشان هدف ربح او هدف استثمار او هدف، لا دي كانت مجرد هوايه عندي، ان انا بحب الحيوان ده. انا بستنى العيد من العيد للعيد عشان انزل اشتريه، عشان اقف على شراع، عشان الحاجات دي كلها. فكانت مجرد هوايه، يعني انا ابتديتها كهوايه مش كاستثمار، والحمد لله اتحولت معايا لمزرعه واتحولت معايا لانه بقى شغل واستثمار يعني. طيب خليني برضو يعني أفهم منك حاجة. لما جينا ندرس الموضوع ده عرفت أن مزرعة السنوسي متميزة جدا في منتج الانتاج الحيواني بتاعها، بمعنى أن كواليتي أو كفاءة لحوم العجول عند حضرتك بتختلف في المذاق وفي الطعم ما بينها وما بين أي لحوم تانية. عايز أعرف ده بناء على إيه وإيه المعايير اللي على أساسها قررت ده؟ ده مظبوط فعلا. هو أنا فكرتي، أنا هو أولا حاجتين مش حاجة واحدة. أول حاجة أنه انا عندي ابقار بترضع عجول صغيره، يعني انا مش بشتري عجول صغيره واربيها، لا انا بشتري عجول رضيعه وارضعها وابتدي اكمل رضاعتها، تمام، وتكمل. فدي طبعا بتفرق في كواليتي المذاق بتاع اللحمه لما العجل يدبح ويكبر. ده اولا. ثانيا انه طبعا الكواليتي بتاعت العلف، انا باكل يعني او انا الاكل عندي، انا عامل مصنع علف في المزرعه، انا اللي بانتج العلف بتاعي، فكله من حاجات اورجانيك، كله حاجات رو، يعني كلها حاجات اورجانيك، مش بدخل اي حاجه سواء هرمون سواء كده ان هي تاثر على على المذاق بتاعها. طيب دكتور عمر، لما يكون في طبعا اكيد كتير من الشباب بيبقوا عايزين يبتدوا الموضوع ده، عايز اعرف من حضرتك الخطوات، يعني اي الروشته اللي نقدر نقولها للشباب، اي حد عايز يبتدي الاستثمار في الانتاج الحيواني، نسبه الاستثمار بتاعته تكون قد ايه؟ ايه الحاجات اللي لازم ياخد باله منها؟ امتى نقدر نقول له لا الموضوع مش هينفع ان انت تستثمر في المجال ده؟ بص حضرتك، هو مبدئيا زي ما قلت لحضرتك انا ابتديته كهوايه، فما كانش عندي فكره ان انا هو استثمار وانا خايف اخسر او اكسب. فانا لو انا بخاطب حد عاوز يبتدي المشروع ده، لا هو لازم يبقى عنده خبره الاول، لان احنا في الاول والاخر احنا ده حيوان، يعني روح زي ما بنقول، حتى عندي في المجال ده نفس داخل ونفس خارج. فهي الفكره كلها مبدئيا الخبره. ثانيا حاجات كلها سهله، يعني مش حاجات سهله وبسيطه، بس مبدئيا الخبره. يعني انا هقولها برضو حضرتك حاجه، انا عشان ما حسيت ان الموضوع بيتحول معايا من هوايه لمشروع استثماري وداخل على اسم مزرعه اصلا، رحت قعدت في مزرعه وقعدت في البدايه قعدت فيها تقريبا 15 يوم، على اساس ان انا ان انا مش عمر السنوسي ولا على ان انا دكتور، لا ده على اساس ان انا مهندس زراعي اشتغلت في المزرعه دي. هي مزرعة ما شاء الله كبيرة جدا، اشتغلت فيها جواها على ان انا مهندس زراعي عشان افهم الدنيا ماشية ازاي، وافهم ايه يعني ازاي العجل يبقى تعبان وشكله ايه لما يبقى تعبان، وازاي البقرة تقدر تتعامل معاه بالظبط. فهي الفكرة في كده. يعني اللي انا افهمه من كلامك ان البداية الصح ان انا ادرس الموضوع كويس جدا، وفي نفس الوقت احاول ان انا اعمل محاكاة او ان انا اشوف المزارع اللي قبليه كانت شغالة. مظبوط مظبوط. يبقى عندي عنصر الخبرة في التربية، في التربية الطبية كمان، مش التربية بس، هو يعني العجل او اي حاجة مش مجرد ان هي حاجة بتاكل وبتزيد وخلاص، لا بالعكس، يعني هو في بيمرض وبيتعب وممكن تؤدي الى الوفاة او النفوق. فطبعا لما هكون انا مبتدي حاجة او مبتدئ حاجة، مش يعني فكرة ان هو يبقى فيه نفوق او فكرة يبقى فيه تعب بالنسبة له تبقى خسارة. طبعا. طيب خليني برضو اسألك، طبعا في ظل الدولة المصرية في الوقت الحالي بقى في تشجيع مستمر للمشاريع المتوسطة ومتناهية الصغر والكبيرة، مشاريع مستدامة بالذات. مظبوط. خليني أعرف في مجال الإنتاج الحيواني الاستثمار كان نسبته قد إيه، وكان التشجيع الدول ليكو كان إزاي؟
والله وانا شايف الفتره دي ان الدوله بتشجع المستثمرين او بتشجع الناس عشان تبتدي كمشاريع، مشاريع انتاج حيواني كمان. سبل التشجيع ايه؟ انه الفوائد، يعني هم عاملين قروض بفوائد قليله جدا. فدي نوع من انواع التشجيع. بس انا برضو بقول انه انا ممكن الاقي انه الفايده قليله جدا واخش مشروع انا مش دارسه. يعني ايه مش دارسه؟ يعني انا مش عارفه كويس. ممكن ابقى دارسه اقتصاديا بس دارسه طبيا دي مهمة جدا. يعني برضو انا بخاطب اي حد ممكن يكون انه عاوز يبتدي مشروع زي ده، لا، هو انت خد خبرة كويس قوي، خد خبرة في التربية وخد خبرة في المراعاة بعد كده في الرعاية بالظبط، وبعد كده ابتدي المشروع وتوكل على ربنا. يعني طب دكتور عمر، في كتير من الناس اللي عايزة تبتدي مشروع الانتاج الحيواني بيبقى عندهم مشكلة في موضوع السلالات. بمعنى يجي يقول لك السلالة المحلية كويسة جدا وانا هبتدي فيها ومعظم الناس بتشتغل على الاسلوب ده. في ناس تانية تقول لك لا، خلينا في المستورد، خليني في سلالة زي الهولشتاين. يعني دي ذكرت بشكل مهم جدا ان في كتير من المزارع ابتدت انها تركز عليها. مظبوط. طيب ايه المعايير اللي على اساسها حضرتك بتقرر استخدام سلالة معينة؟ وفي نفس الوقت هل نسبة مناعة السلالة بيكون ده من احد المحسنات في اختيارها؟ تمام. عايز افهم موضوع السلالات بشكل يعني تفصيلي. تمام. هو زي ما حضرتك قلت برضو انه هو انا عاوز ايه من السلاله دي، لان السلالات دي هم معموله او يعني هم عاملينها بره على اساس مثلا زي حضرتك طرحت هولشتاين. هولشتاين ده سلاله لبن، يعني دي بقره عاليه اضرار اللبن، اضرار اللبن فيها عالي جدا مش لحم. يعني انا مثلا النهارده لو انا عندي عجل هولشتاين ذكر وعاوز ابيعه للجزار مش هيرضى يشتريه. ليه؟ لان نسبه تصافيه قليله جدا جدا. انما لو عندي بقره هولشتاين عاوز ابيعها لمربي او عاوز ابيعها لمزرعه او عاوز ابيعها لحد هيشتريها بارقام عاليه جدا. ليه؟ لان هي اضرار اللبن فيها عالي جدا. أعلى. طبعا. بس برضو هقول لحضرتك حاجه، هي اضرارها عالي كصفات وراثيه، بس انا مثلا انا ممكن اشتري البقره دي صفاتها الوراثيه عاليه جدا في البقر، بس انا ما حطيتهاش في المناخ اللي حقق لها البيئة المحيطة بالظبط، سواء أكل سواء environment عامة، سواء يعني جو، قعدتها في حر، قعدتها في برد جدا، قعدتها يعني. يعني اختيار السلالة بيكون الأساس عليه التايب أو الهدف بالزبط. أنت عاوز إيه بالظبط؟ طيب برضو خلينا نقول لما يكون في حد بيبقى عايز، أنا فتح مزرعة إنتاج حيواني فأنا عايز إن أنا يبقى عندي استثمار في مجال الألبان، محتاج إن أنا يكون عندي استثمار في مجال اللحوم، فإزاي نقدر نقول اللي يحقق المعادلة الصعبة ما بين الناس دي؟ ايه افضل سلالة تقدر تديني معادلة، تديني لحم كويس، تديني قدرة البان كويسة، مناعة كويسة؟ تمام. هو في سلالة دلوقتي احنا شغالين عليها او دلوقتي بنشتريها وشغالين فيها اللي هي السمنتال. السمنتال دي عالية اضرار اللحوم جدا. تمام. نسبة تصافيها للجزار بتبقى عالية جدا، ويعني هي مستحبة جدا للجزار والمربي لان نسبة تحويلها بيبقى عالي جدا، نسبة التشبع بتاعتها عالية جدا. ونسبة إضرارها في اللبن أقل من الهولشتاين بحاجات بسيطة. تمام. مش يعني مش زي الهولشتاين، بس لا، هي يعني كإضرار لبن كويس جدا طبعا. طيب خليني أقول لك إن كل المستثمرين في مجال الإنتاج الحيواني أكتر حاجة بيفكر فيها إزاي أقلل دورة التسمين عندي على قد ما أقدر، وإزاي إن أنا أطلع منها إنتاجية أو أرمي لحم مع العجل بأكبر حجم ممكن. طبعا. خليني اعرف منك، انا لما فريق الاعداد درس الموضوع ده عرف ان الاساس في القصه دي الاعلاف. في ناس بتجيب الاعلاف جاهزه استيراد، وفي طبعا. ناس بتجيب الاعلاف المصري، وفي ناس بتعمل خليط من الاعلاف ليها زي حضرتك. مظبوط. طبعا الموضوع ده بيدي كواليتي كويسه وكل حاجه، بس في حاجه اللي انا عايز اعرفه منك يا دكتور عمر، هل اسعار الاعلاف متناسبه مع الاستثمار الحيواني؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه، ازاي اقدر اسلك الاسلوب الامثل بحيث من اقل تكلفه الاعلاف واوصل لاعلى نسبه في اللحم؟ تمام. هو دلوقتي حضرتك قلت اول حاجه انه هل هي مناسبه؟ لا، هي مش مناسبه خالص. يعني من ساعه الكورونا اللي هو فيروس كورونا المستجد، وسعر الاعلاف بقى تقريبا الضعف. يعني سعر، ومع العلم انه سعر اللحم زي ما هو او سعر البيع اللي انا ببيع بيه زي ما هو، يمكن كمان بيقل. يعني في ظروف بتخش علينا كده او بتيجي للمربي بتقلل سعر اللحم، مع العلم ان نسبه ان سعر العلف اضعاف او يعني زايد الضعف. يعني الافضل دلوقتي، انا برضو ما اخدتش من حضرتك الاجابه،
الافضل ليا ان انا اعمل خليط من الاعلاف ولا استخدم الخليط المصري ولا المستورد؟ انا هتكلم باسم يعني كمزرعه سنوسي. انا اللي بخلط العلف بنفسي لان انا بشوف العلف يعني انا دي الاستراتيجيه الامثل بالظبط ان انا ببقى عارف انا بعمل ايه. وبعدين حاجه برضو بتميزنا انه انا عندي لكل عمر نوع علف، مش بدي علف مش اول ما العجل بيتفطم لحد ما بيخرج بياكل نوع واحد علف. لا، هو كل عمر العجل فيه بياكل نوع علف معين، كنسبه بروتين اعلى، كنسبه كربوهيدرات اقل. يعني احنا بنشكل له النسب دي كلها على حسب عمره هو. طيب دكتور عمر، خليني استغل بقى وجودك لان في كتير على صفحه السوشيال ميديا لما عرفوا ان احنا هنكون حضرتك ضيف معانا في الحلقه دي. تمام. سالوا سؤال مهم جدا، ازاي ما يضحكش عليا في العيد؟ طبعا احنا داخلين على موسم العيد الكبير. طبعاً. عايز يعرف ايه المعايير اللي على اساسها اقدر اختار العجل المناسب او الاضحيه المناسبه، ان ابقى عارف ان الاضحيه دي ما فيهاش اي مشكله وما يبقاش فيها بعد كده. حضرتك عارف ان في بعض العجول وزنها بيقل جدا بعد ما بنشتريها، اكيد، وبيحصل فيها مشاكل كبيره جدا بسبب طبعا اسلوب الاسكام او اساليب النصب اللي موجوده عند الجزارين. ازاي ما يحصلش معايا الكلام ده العيد ده؟ مبدئيا انا ما اشتريش من مصدر مجهول الهويه. يعني مش مثلا الاقي شادر في الشارع وانا ماشي الاقي عجل فيه اروح مشتريه. ده يعني انا دي نصيحتي انه ما اشتريش من مكان مجهول الهويه. زائد طبعا ان انا بخش يعني العجل لو هو عجبني او بخش العجل اللي يعجبني انه يكون صحيا، شكله صحي. يعني العجل رافع راسه ودانه مش مدلدله، فايق، شقي، مش عجل نايم كده وقاعد على جنب. لا يعني دي كلها حاجات بتبين عليه الطاقه بالظبط. ده طبعا كان هو يكون كويس، ان هو يكون صحيا كويس. ثانيا انه ما يكونش ان انا يعني يضحك عليا وكده، ان انا ما اشتريش من حد مجهول الهويه. لان كل يعني الناس المجهولين الهويه هو كلها شارين ومزودين طبعا زي ما حضرتك عارف الموازين، او مشربين لعجل ميه، او مشربين مأكلينه ملح فشارب ميه كتير. فطبعا زي ما حضرتك عارف طبعا انا مثلا انا مش بقول لنفسي اي مزرعه حضرتك تشتري منها مش هتقدر تعمل كده. مزارع عشان السمعة بالظبط. يعني انا يعني بالبساطه اهم حاجه عندي ان انا ابص على طاقه العجل او اسلوبه ازاي، نشيط ولا لا بالظبط، وفي نفس الوقت يكون المكان اللي انا بشتري منه مكان مصدر ثقه. مظبوط. دكتور عمر، انا كنت سعيد جدا باللقاء مع حضرتك. اعزائي المشاهدين، اتمنى تكونوا استمتعتوا باللقاء مع دكتور عمر السنوسي. انتظرونا فاصل ونواصل. أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم تاني في حلقة برنامج حكاوي اليوم. الفقرة دي فقرة مميزة جدا، هنتكلم فيها عن موضوع الأخشاب البلاستيكية. كتير من الناس بتبقى حابة عندها في الأوت دور، في الجناين أو الحدائق، حتى الشركات بيستخدموا صناعات الأخشاب. صناعات الأخشاب حاجة مميزة جدا، بس بيبقى فيها عيوب كتير لأنها بتحتاج صيانة دورية وبكون نسبة التكلفة بتاعتها عالية. لما جه فريق الإعداد يدرس الموضوع لقينا إن في نوع جديد من الأخشاب اسمها الأخشاب البلاستيكية أو الأخشاب الحيوية. حبينا ان احنا نستضيف حد من النخبة في مجال الباي وود او الاخشاب البلاستيكية. ضيوفي الكرام النهاردة الاستاذ رمضان حواش والاستاذ محمد السحيمي، الممثلين لشركة باي وود لانتاج الاخشاب الحيوية. في البداية انا حابب اعرف منك يا استاذ رمضان، الاخشاب الحيوية او الاخشاب البلاستيكية تعريفها ايه بشكل مبسط للمشاهد، وازاي يقدر يستخدمها؟ في البداية بنرحب بالسادة المشاهدين الكرام، ونقول كل عام والأمة الإسلامية بخير وصحة وسعادة بمناسبة شهر رمضان الكريم. وحابين نعرف الناس أن الأخشاب البلاستيكية أو الـ WBC دي أخشاب منتشرة في أمريكا وفي أوروبا منذ أكثر من 30 سنة. تمام. ولكنها حديثة العهد بالسوق المصري. وفكرة إنشاء شركة حيوي لصناعة الأخشاب الحيوية بيرجع الفضل لربنا سبحانه وتعالى، ثم للسيد رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس إيهاب الخولي، رجل الأعمال المصري اللي بيهتم بإدخال الجديد في الصناعات الخارجية داخل جمهورية مصر العربية، وبيعمل على تطوير المنتجات والمبتكرة، حيث تم إنشاء شركة حيوي لصناعة الأخشاب الحيوية سنة 2010. شركة مساهمة باستثمارات مصرية سعودية ألمانية، ويعتبر شركة حيوي هي المصنع الوحيد أو الأول في مصر والشرق الأوسط اللي بينتج منتجات الـ WBC أو الأخشاب البلاستيكية على أساس علمي. أستاذ رمضان، في البداية أنا عايز أعرف من حضرتك، الأخشاب البلاستيكية إيه اللي بيميزها عن الأخشاب العادية؟ بمعنى أنا كعميل إيه اللي يخليني
اقول ان انا هعمل خشب بلاستيكي وهبعد خالص عن صناعات الاخشاب التقليديه؟ بتتميز الاخشاب البلاستيكيه عن الاخشاب الطبيعيه بالعديد من المميزات، وبنذكر منها على سبيل المثال للحصر رقم واحد مقاومتها الجميله على العوامل الجويه زي الرطوبه واشعه الشمس والحراره، رقم اثنين مقاومتها للانزلاق وغير قابله على التحلل، رقم ثلاثة بتتميز بالصلابة الشديدة، حيث أن الاختبارات التي أجريت عليها أثبتت أن الأخشاب البلاستيكية أو البايوود أعلى صلابة من الأخشاب الطبيعية، بتتميز بشكلها الجمالي والراقي أينما تم تركيبها، بتتميز بسهولة الصيانة، ففي مميزات كثيرة جدا بتميز الخشب البلاستيكي عن الأخشاب الطبيعية. طب أستاذ محمد خليني برضو أفهم من حضرتك حاجة مهمة، انا دلوقتي كعميل بيكونش عندي ثقه في المنتجات الجديده او اللي اول مره تكون مسمعها عليا جديد، يعني الخشب احنا صناعات الاخشاب التقليديه عارفينها كويس جدا، لما نيجي نسمع عن خشب بلاستيك حتى لو كان في دراسات المانيه او خبرات المانيه بتثبت نجاحه، ازاي بتبني ثقه او حلقه وصل ما بينك وما بين العميل، وازاي تقدر تخليه فعلا يبتدي ان هو يشتري المنتج بتاعك بقى بالعكس ده وينصح بيه الناس كمان؟ وبالفعل احنا بدأنا وجدنا صعوبة كبيرة جدا في بداية ما نشأنا المصنع في 2010، لكن كان الاهتمام الأولى والأهم عندنا في الشركة ان احنا نبدأ نشتغل على التصدير الأول، ده كان التارجت اللي الشركة اشتغلت عليه. تمام. بدأنا تصدير بالفعل سنة 2014 لألمانيا وبولندا، من أول 2015 توجه الشركة بإدارة الشركة متمثلة في السيد رئيس مجلس الإدارة المهندس سايب الخولي في الشغل على المحلي. بالفعل احنا قدرنا في سنة 2015 نشتغل على الاستشاريين، ده كبند اساسي عشان هم اللي هيقدروا ينشروا الثقافة اسرع على النوادي وعلى كومباوندات وعلى كل الفنادق اللي بتطلب المنتج، لان المنتج ده بيستخدم في الفنادق وعلى الصندق وعلى السويمنج بول في المناطق السياحية وكمان في الجاردن زي ما حضرتك اتفضلت وقلت. وبالفعل اشتغلنا مع شركات كبيرة جدا في السوق المحلي زي شركة مارسيليا، شركة وادي النيل وشركة ماونتن فيو. تمام. وحققنا نجاح الحمد لله لحد النهارده موجودين، ويعتبر الشركه الاولى في الشرق الاوسط وافريقيا. طيب استاذ رمضان خليني اتكلم معاك عن خدمه ما بعد البيع، بمعنى انا دلوقتي عميل لشركه بايوود واشتريت من عند حضرتك منتجات كتير جدا للاخشاب الحيويه او البلاستيكيه. تمام. ازاي بتقدر توفر لي بعد كده خدمه ما بعد البيع؟ بمعنى لو انا حصل لا قدر الله اي مشكله عندي في الاخشاب ساعتها الوضع بيكون ازاي؟ حضرتك احنا بندي ضمان للعميل 10 سنين ضد عيوب الصناعه. تمام. الشركه طبعا بتهتم بالبحوث والتطوير للجانب البايوود عموما، فالشركه لديها احدث الاجهزه الالمانيه المتقدمه لعمل اختبارات على المنتج قبل ما بنسلمه للعميل. عندنا من افضل الاجهزه الموجوده في الشركه جهاز محاكاه العوامل الجويه، حضرتك بعد ما بيتم انتاج المنتج بناخد قطع عينات من المنتج دي وبنحطها في الجهاز ده وبنعرضها لعوامل شبيهه بالعوامل الجويه زي الامطار والحراره والرطوبه. الساعه مثلا في الجهاز دي بتعادل سنه في الطبيعه، بنقدر نعرف لو حطينا القطعه دي 10 ساعات في الجهاز دوت محاكاه العوامل الجويه، بمعنى 10 سنين بالظبط زي ما حضرتك بتقول كده، 10 سنين في الطبيعه المنتج ده هيبقى شكله عامل ازاي. فبالتالي العميل بياخد شهادة ضمان للمنتج 10 سنين، زائد ان احنا بنعمل اختبارات للجودة بشكل كبير جدا وموسع قبل ما بنسلم للعميل المنتجات. طيب استاذ محمد يعني انا برضو خليني اتكلم مع كتير من السادة المشاهدين زي المنتجات اللي احنا بنتفرج عليها دلوقتي شركة بايوود، عايز اعرف من حضرتك ازاي بعد خدمة ما بعد البيع ان انا باخد ضمان 10 سنين لازم يكون في مميزات او فيتشرز حضرتك بتقدمها للاخشاب البلاستيكيه؟ بمعنى في الاخشاب التقليديه بيحصل تعفن جذري، ده طبعا شكل كبير جدا مزمين للموضوع. حاجه ثانيه نسبه الحموله بتاعتها بتكون اقل، نقدر نقول انها ما بتقاومش، بيكونش فيها مقاومه للعوامل البيئيه زي ما استاذ رمضان قال لنا. خليني اعرف منك الاخشاب البلاستيكيه هل بتقدر توفر لي الوزن المثالي والمتانه والجوده؟ تمام. هو بالفعل في مميزات كبيره جدا للاخشاب البلاستيكيه، منها حته المتانه وحته الانفراستراكشر بتاعتها عاليه جدا لان بيتعمل عليها دراسات، وكل قطاع بيبقى معمول ليه احمال معينه هيتحط في توصيف معين. احنا لما بنبدا نوصف حاجه للجمهور بنروح الاول نعمل معاينه للمكان ونشوف ايه افضل القطاعات المناسبه للمكان ده عشان نقدر نوصفها للجمهور وانها ما تعملش مشاكل بعد كده او تؤدي افضل الغرض اللي هو مطلوبه فيه. تمام. فمثلا لو في حد محتاج برجولة احنا بنروح نشوف المكان ونشوف المقاس بتاعه ونعمل له مقايسة ونشوف ايه القطاع، ولو في حاجات احنا محتاجين ندعمها بحديد عشان
ممكن يحصل لها مشاكل بعد كده فبندعمها بحديد. وبنعمل دراسه كامله وبنعمل مقايسه للعميل وبنعرضها عليه ونقول له والله ده عشان كذا وده عشان كذا، عشان برضه عامل التكلفه بيفرق، لان حضرتك عارف كل عميل عايز ياخد افضل حاجه باقل سعر. فاحنا بنقول له افضل حاجه تمنها كذا وممكن كذا وممكن كذا، وهو ليه الاختيار بعد كده. بس عموما المنتجات البلاستيكيه على غرار المنتجات الخشبيه تماما، هي بتقدم بسعر قليل منافس جدا للاخشاب الطبيعيه، لان حضرتك زي ما قلت بيحصل له تعفن وبيحصل له صيانه وقدره التحمل. بالنسبه للاخشاب البلاستيكيه زيرو مينتيننس، ما فيهاش صيانه تماما، يعني تمام. ممكن حضرتك خرطوم ميه كده تنضفها وتغسلها مظهر طبيعي. بتتميز بالملمس بتاع الاخشاب، بتتميز ان كل الخواص العيوب اللي موجوده في الاخشاب الطبيعيه هي بتتلاشاها تماما. وكل المميزات اللي في الاخشاب والبلاستيك هي مدمجه فيه. تمام. طيب استاذ رمضان، خليني بقى استغل وجودكم معايا النهارده واعرف منكم، طبعا احنا في تشجيع مستمر من الدوله للاستثمار بوجه عام. تمام. خليني اعرف في مجال الاخشاب البلاستيكيه، تمام، هل في اي صعوبات بتواجهكم؟ هل في بيكون مطالب من الدوله؟ تمام. ولا لا؟ انا حضرتك بستغل فرصه وجودنا طبعا مع سيادتك، وبوجه الشكر طبعا للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وللحكومه المصريه على الدعم والجهود المبذوله لتشجيع الصناعات المبتكره زي البايوود. فالدوله بتوفر كل ما يلزم بحيث ان الصناعه دي تكون يعني حاجه كويسه جدا للبلد ومفيده جدا. فالدولة بتوفر حاجات كتيرة جدا من خلال قنوات متعددة، زي الهيئة العامة للتنمية الصناعية، زي مراكز تحديث الصناعة المنتشرة في جميع المحافظات الصناعية، بتعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين. حضرتك انت عارف ان معنا مستثمرين سعوديين ومستثمرين ألمان في الشركة. فدي حاجة كويسة ان الدولة بتوفر وبتشجع على الصناعات اللي بالشكل دوت، فبيعمل على جذب الاستثمار الأجنبي، وبالتالي توفير فرص عمل للشباب بشكل ممتاز. وإن شاء الله بنتمنى أن يبقى فيه دعم أكتر من الدولة للصناعات اللي هي بالشكل ده. طيب خليني برضو أعرف منك يا أستاذ محمد بشكل مبسط، الماتيريال المستخدمة أو الخامات اللي بتستخدمها في تصنيع الأخشاب البلاستيكية، طيب، يعني المراحل اللي بتتم عليها بتكون إزاي؟ والله هو الأخشاب البلاستيكية بشكل عام بتتكون من ثلاث حاجات. العامل الأساسي فيها هو أفضل نواتج الأخشاب الطبيعية اللي هي بمفهوم بسيط سودست أو النشارة، ده العامل الأساسي فيها. العامل الثاني اللي هو البلاستيك. العامل الثالث هو أدوات أو كيماويات ربط ما بين النشارة والبلاستيك عشان تطلع لنا المنتج في النهاية بالشكل اللي هو المظهر البلاستيك، المظهر الخشبي بخواص البلاستيك اللي هو ما يحصلوش أي مشاكل مع الرطوبة، مقاوم للعوامل الجوية، مقاوم للنار، بينضاف له كيماويات كتيرة جدا عشان تربط ما بينهم. تمام. ثانيا بينضاف له مواد عشان موضوع النار، ان هو ما بيساعدش على الاشتعال، وان الحرارة نفسها ما بتنتقلش من قطعة لقطعة. يعني حضرتك لو نشب حريق في اي مكان والقطعة اللي نشب فيها الحريق ما بتشتعلش بسهولة، تاخد فترة مع الاشتعال، بيبقى فيه سهولة تأخر في الاشتعال. ثانيا القطعة نفسها بتشتعل وما بتنتقلش القطعة اللي بعدها. تمام يا استاذ محمد، دي اول حاجة. انا اللقاء يعني الموضوع مهم جدا ولازم نتكلم فيه بشكل اكبر من كده، بس طبعا للاسف عشان وقت البرنامج دي نهايه الحلقه، بس اكيد هيبقى في لقاءات اكتر في موضوع صناعات الاخشاب البلاستيكيه. تمام. اعزائي المشاهدين، ودي كانت نهايه حلقه النهارده من برنامج حكاوي اليوم. انتظرونا في حلقات اكتر ومفاجات اكتر مع النخبه في كافه التخصصات. دمتم بصحه وسلامه.